محاولتي لبناء إعلام وطني حر ومستقل نابع من الشعب، ولتحقيق المصالحة الوطنية وإنجاز إعلام قادر على المنافسة. فهي كلمات ألقاها علينا اليوم مجموعة إعلامية تحت اسم تنسيقية مسبيرو في بيان خاص لها تضمن مجموعة من الأهداف والمهام، منها العمل على إلغاء وزارة الإعلام وتعديل قانون الإذاعة والتلفزيون لإنشاء هيئة إعلامية مستقلة محايدة لخدمة الشعب، ووضع ميثاق شرف الإعلامي وتفعيله. كما أضيف بداخل البيان بدعم نقابة الإعلاميين تحت التأسيس ولإطلاقها في أقرب فرصة والمشاركة في تعديل مواد الدستور الخاصة بالإعلام. وحين سألنا المتحدث الإعلامي عن تنسيقية مسبيرو فيما يخص بمستقبلها قال لنا: المؤتمر النهاردة كان بيعلن تدشين تنسيقية مسبيرو اللي المفروض تسعى إلى تحقيق أهداف ثورة 25 يناير وامتدادها لحد 30 يونيو، في أن يبقى في إعلام مستقل محايد يهتم بالشعب المصري ولا يهتم فقط بالسلطة الحاكمة. ده يتم من خلال إلغاء وزارة الإعلام زي ما احنا قلنا في أهدافنا النهاردة في المؤتمر، يتم من خلال تغيير منهج الإذاعة والتلفزيون بأن يبقى في مادة في الدستور بتقول أن الإذاعة والتلفزيون هيئة مستقلة عن الحكومة يتم اختيار رئيسها بالانتخاب. يتم ده أيضا بالمجلس الوطني للإعلام وأن يدوره يكون فعال وبرضه ما يكونش بالتعيين من قبل السلطة الحاكمة. يتم من خلال تدشين نقابة الإعلاميين وإصدار قانونها اللي هو للأسف في الأدراج لحد دلوقتي عند رئاسة الجمهورية بقاله أكتر من شهر ونص. ده مش محتاج مجلس شعب ومحتاج برلمان عشان نعلن إطلاق نقابة الإعلاميين اللي هي مطلب لكل إعلامي في مصر. لكن أعتقد أن كل سلطة حاكمة مش عايزة نقابات. أتمنى أن تكون السلطة الحاكمة المؤقتة دلوقتي عايزة تؤسس لهذه النقابات وتؤسس لإعلام محايد محترم. كما أضاف رئيس الاتحاد للإذاعة والتلفزيون مؤكدا على إعادة هيكلة الاتحاد الإذاعة والتلفزيون. ده شرف لي أن أنا أحضر الجلسة الأولى أو الجلسة التأسيسية للتنسيقية مسبيرو. شرفت طبعا كلهم زملاء زي ما حضرتكم تابعتوا، شرفت بيهم جميعا وبأفكارهم الرائعة وبأسلوبهم العلمي المنظم والبيان التأسيسي النهاردة بخطواته التسعة. وأزعم أن بإذن الله تعالى سنتعاون معا بإذن الله في الفترة اللي جاية أن احنا نضع ده موضع التنفيذ، كل فيما يخص أولا المجلس الوطني للإعلام، فيما يخص ميثاق الشرف الإعلامي، فيما يخص هيكلة أو شكل هيئة اتحاد الإذاعة والتلفزيون وكيفية إدارتها. فبدون حرية إعلامية حقيقية سيسيطر علينا إرادة الدولة من جديد، فهي مهنة عظيمة ولكن تفقد حريتها وقيمتها بمرور الوقت في بلادنا. أسماء جمال من داخل نقابة الصحفيين شبكة يقين الإخبارية.